أعزائنا المشاهدين، سنقدم لكم فيديو مميز لأغلى 10 سيارات كلاسيكية تم بيعها في مزاد علني، ونبدأ معكم من المرتبة العاشرة والتي احتلتها سيارة دوزنبرغ موديل جي LWB ويتل كوبي طراز 1931، والتي بيعت في مزاد علني أقيم في مدينة بيبل بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ب 38,777,000 ريال سعودي. وجاءت فيراري 250 جي تي SWB كاليفورنيا سبايدر طراز 1961 في المرتبة التاسعة، وبيعت في مزاد علني في مدينة مارانيلو الإيطالية ب 40,856,100 ريال سعودي. وجاءت في المرتبة الثامنة فورد جي تي 40 جولف ميراج لايت ويت ريسر طراز 1968، حيث بيعت في مزاد علني في مدينة مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ب 41,252,200 ريال سعودي. وجاءت المرتبة السابعة من نصيب فيراري 250 جي تي LWB كاليفورنيا سبايدر كومبيتيزيوني طراز 1960، وبيعت في مزاد علني في مدينة بيبل بيتش في كاليفورنيا ب 42,283,500 ريال سعودي. واحتلت مرسيدس بنز 540 كي سبيشال رودستر طراز 1936 المرتبة السادسة، وبيعت أيضا في مزاد علني أقيم في مدينة بيبل بيتش في كاليفورنيا ب 44,139,800 ريال سعودي. وجاءت فيراري 250 تيستاروسا طراز 1957 في المرتبة الخامسة، وبيعت في مزاد علني أقيم في مدينة مارانيلو الإيطالية ب 46,511,800 ريال سعودي. واحتلت المرتبة الرابعة سيارة فيراري 340/375 MM كومبيتيزيوني طراز 1953، وبيعت في مزاد علني أقيم في مدينة فيلا إيربا في إيطاليا ب 48,050,500 ريال سعودي. وجاءت فيراري 250 تيستاروسا طراز 1957 في المرتبة الثالثة، وبيعت في مهرجان بيبل بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ب 61,465,700 ريال سعودي. وجاءت فيراري 275 جي تي بي فور نارت سبايدر طراز 1967 في المرتبة الثانية، وبيعت في مزاد علني أقيم في مدينة مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ب 103,130,500 ريال سعودي. وفي المرتبة الأولى على لائحتنا اليوم كأغلى سيارة كلاسيكية تباع في مزاد علني جاءت مرسيدس بنز W196R طراز 1954، وبيعت في مدينة تشيتشستر البريطانية ب 110,617,000 ريال سعودي. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.speed.com.